هو ازاي في دكاترة مش معترفين بمقاومة الأنسولين رغم إن هي موجودة في ورقة التحاليل وليها اسمها؟ فعلا في ناس مش بتقتنع بمقاومة الأنسولين، بس أنا في الحالة دي بقول حاجة حلوة قوي للمريض بتاعي وأنا بقنعه ومن ورا الخلف الكاميرا بقنعه، أعمل تحليل مقاومة أنسولين منفصل. بمعنى سكر الدم صايم 8 ساعات كام، مستوى الأنسولين أثناء صيامك 8 ساعات كام، ليه نورمال رينج لحد 25، من 0 لحد 25 ده طبيعي، ولكن كلما زاد مستوى الأنسولين وصل 15 16 17 بص على مستوى السكر لقيته سليم، يبقى دي مقاومة أنسولين. يعني جسمك بيفرز أنسولين كتير، ده في ناس فوق ال 25 و30، يبقى دي اسمها المقاومة. هو بيقاوم ليه حضرتك؟ بيقاوم عشان خلية بتاعتك قافلة بابها، قافلة كده عاملة زي عند، ومفروض الأنسولين طلع بصدد ان هو يدخل السكر جوه الخلية، فالأنسولين اللي موجود بفعل العند ده، خد بالك من العند ده ايه اللي بيحصل، بيطلع أنسولين كتير عشان يقدر عليه ويقدر على العند، فيبدأ يدخل السكر جوه ايه الخلية، تفتح بالعافية ويحشر يا بحاب، ركزي معايا، السكر جوه ايه الخلية، الباقي بقى يروح يعمل ايه، ينزل سكر الدم، بس بعد ما بينزله بيخزنه فين بقى، سكر الدم مظبوط، تلاقي رقم التحليل مظبوط، تلاقي بقى ايه صدر، عوامة بطن، شعر للست في مناطق غير مرغوب فيها، لخبطة دورة شهرية للستات، وكمان تضخم الجزء العلوي، تلاقي الشخص كده بيبان باب العيادة داخل لي كده، تلاقي عوامة بطن داخلة عنده ضخامة جزء علوي وزوايد جلدية، اكسينوزيس نيجريكانس الرقبة المسمرة والزوايد جلدية، وكل دي علامات انت لا تنكرها ايها الطبيب، لازم تبقى انت عارفها، واهمها انك انت ازاي تشفي نفسك من مقاومة الانسولين مش بالجلوكوفاج، تمام؟ تشفيها عن طريق التغذية، وانك تصلح العلاقة ما بين الخلايا والانسولين عن طريق المغنيسيوم والزنك وفيتامين د، البوتاسيوم، وناكل خضار كافي ونزود الحركة ونهتم بالوجبة تكون كاملة. بالمناسبة اللي يعرف اسم الوجبة دي ايه هديله واحدة في الكومنتات، هديها له اقول له انا انزل له صورة كده اقول له اتصور جنبها، تمام؟ عجبتك؟ طب خدي واحدة بقى في الكومنت بقى الجاي ده. مقاومة الانسولين بتخف، بس مقاومة الانسولين اللي عايز اقوله في الحالة دي هي عرض للسمنة، كلما انت عندك سمنة كلما عرضة ان يجيلك مقاومة انسولين. وفي ناس بتيجي العيادة رفيعة من بره رفيعة بس عندها مقاومة انسولين، ده بقى مرض، ده بقى ديزيز، هنا عنده بقى ايه بسميه السمين الداخلي، يعني عنده الفيسرال فات او احشاء الدهنية هي اللي عاملة له المقاومة ومتلبدة بتعوق له هرمون الانسولين، ده برضو ليه لايف ستايل وليه تمارين، مش مقاومة بس، ليه تمارين كارديو بعد مقاومة، ولازم نظام غذائي، ومش بيتحرم، بيرتب الوجبة. يعني معظم الحالات اللي عندها مقاومة انسولين بقول لهم رتبوا الوجبة بتاعتك، خلي وجبتك البروتين والدهون مقام اول بعد الالياف، يعني في مقام اول فايبر طبق سلطة، او بتاخد بذور الشيا او بذور الكتان او السمغ العربي بيتاخد قبل الوجبة، شوف اللي بيمشي معاك ايه خده، او تاخد جلوكومنان او تاخد قشور السيليوم زي سبلاش، ده عشان ايه؟ عشان تعمل بطانة في الامعاء، وبنفس الوقت تقدر تاكل البروتين والنشويات، ولو عايز تثبت وانت عندك مقاومة الانسولين تاخد الفاكهة بعد الاكل او الحاجة الحلوة بعد الاكل. خد بالك انت مش مريض سكر عشان بس ما توهمش نفسك، انت هيجيلك سكر لو فضلت مهبل في لايف ستايلك. ها في حاجه عايز اقول عليها دلوقتي، لو هي مش معترف بيها ما كانوش المعامل لما يلاقوا النسبه مش نورمال رينج يعملوا علامات. بص هي المعامل مختلفه، انا معاكي فيها، وفي ناس يقول لك لازم 2.8، وفي ناس يقول لك لا هي اقل من 1.5، وده من طبيب بطنه، طبيب بطنه اللي شغال معاه 2.5 بيعتمدها من 1.5، وبيعتمد الاعراض ولا يعتمد الارقام، وده الصح. احنا بنعمل ايه؟ تحليل مقاومه انسولين، وبنعمل ايه؟ تراكمي، هو ده اللي احنا بنبص عليه. طول ما التراكمي، طول ما كاميره السكر خلال 3 شهور فاتوا كويسه، انا بطمن على البيشنت بتاعي او المريض بتاعي، وطول ما هو محافظ على اسلوب حياته ولايف ستايله طول ما رحب انا خلاص مش خايف عليه، ممكن ناكل بقى. السلام عليكم، دي واحده في الكومنتات.